ولكم انا مرحبا بكم احبابي وصحابي خاصين خاصين زوين بزاف فيصل عزيزي عز الخطاب هاشم بسطاوي حسنة مومني فاطمة زهرة بلدي تقريبا الحمد لله كاستينغ زوين كاستينغ ديال الناس متكونين في مدارس ديال الدراما المدارس اللي تكون فنانين الناس كانوا باغيين كيهواو يكونوا فنانين حياتهم واهبين الفن من الاول كنعرفوا ان الفيلم جرى التصوير ديالو في اواخر 2019 متاخر واش هذا التاخير كان لصالحه او اضر به نوعا ما لا هو ديما التاخير تيكون في صالح الحاجه كتجلس وكتاخذ الركول ديالك وتعاود تشوف الحاجه عاوتاني بجديد كتعاود تصلاح كتوري لصحابك يعني عندك لي غوتور الفيدباك من عندهم وكيخرج العمل بالعكس 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 اليوم حاضرين كاع الابطال الا هاشم بسطاوي واش كان ضروري خاص يكون حتى هاشم ولا اللي تديروا اكثر شيء على العمل وا غنقول لك ما كرهش انا هاشم نورمالمون كان خصو يكون معايا اليوم لان حتى هو اول فيلم ديالو ولا بريستاسيون ديالو ملي غتشوفوه هاشم راه غادي تتفاجئوا بزاف هاشم ممثل كبير انا غنضيع فيه انا الاول غنضيع فيه لان زعما غيكون زعما ولكن كنحتارم الاختيار ديال هاشم واحترمت الاختيار ديال هاشم هاشم ما كاينش في البوستر علاش لحقاش احترمت الاختيار ديال هاشم ما طلبتوش يجي معايا للدعايه ومفروض عليه انه يكون معايا في الدعايه وما واخا هضر خايب في الفيلم انا كنعتبر هاشم بحال خوه الكبير ولا باه الله يرحمه السي محمد والبسطاوي راه مع عائله كبيره وعزاز عزاز على المغاربه كاملين ماشي عليا انا لان عائله ديال الفنانين الحقيقيين وهاشم بسطاوي واخا يخطا في حقي في حق باه ولا حق خوه الكبير انا ديما مسامعه وديما غنبقى كنبغيه تو حياه افضل وكيشاركوا في القرعه ديال الامريكان واحد كينجح واحد ما كينجحش هما صحاب بيناتهم واحد المعزه كبيره باغي تقترح عليه انه يديكيزا اون فام وكيبداو اشياء اللي هي كوميديه كتضحك كنشوفوا في الاخر واش الفيلم فيه بصح مثليه جنسيه ولا ما كاينش مثليه جنسيه؟ لا مش كاين مش مثليه جنسيه شنو دير ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.